تعالوا نسوي زيت مع بعض. أول شيء عندكم المورينجا، راح نكثر من المورينجا. وثاني شيء بنحط الشيكر شاي بالكمية هذه، مرة كثير كذا كفاية. مرة جن الشعر عشبة هندية خيالية، بنكسر من الريتا العشبة الهندية، مرة جن الشعر خيالية. نحط من الأملة كباية كفاية، نكثر من المورينجا شوي، نحركهم ونسوي لهم ميكس. الحين بضيف 7 زيوت خلطتهم مع بعض على الأعشاب. أماني اللون مرة يجنن خيال، ما شاء الله تبارك الرحمن على الزيت هذا، ياخذ العقل، يجنن لتطويل الشعر وتكثيف الشعر واللمعة. في زيت الأرغان، في كمية زيوت مو طبيعية، هذا اللي تبغى شعرها كثيف وفي لمعة. في زيت الأرغان، في زيت اللوز الحلو، وزيت السمسم، مرة يجنن يا بنات، خيالي لا يفوتكم، يجنن اللون خطير غير المفعول. شايفين كيف قاعدين نشبع من الزيوت بنسب مدروسة، ما شاء الله تبارك الرحمن، خيال. الحين راح نخليه يتخمر شهر كامل، راح أزيد أعشاب خاصة فيني الحين غير الأعشاب هذه، راح ينخلط بأعشاب ثانية، أعشاب سرية طبعا خاصة فيني، ولي تبغى الزيت هذا تبغى شعرها ياخذ العقل قبل العيد وقبل رمضان تجربه. من أول استخدام راح تشوفين الفرق، مرة يجنن على ضمانتي وعليه الضمان الذهبي.